بيت الهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مشاهدينا وحبابكم عشرة في بيتكم بيت الهنا. أول ما نبدأ ناخد المرتب ممكن يخلص في يوم ويومين، في ناس بيحصل لهم الحاجة دي، وفي ناس ثانيين ممكن يدبروا بنفس القدر لغاية نهاية الشهر يومهم، وممكن في ناس برضو بيوفروا من المرتبات بتاعتهم. عموما هي بتختلف من شخص الآخر وحتى من شخصية الإنسان للتاني. إحنا لما يكون في ديون موجودة في بيوتنا ويكون في أقساط اللي هي تعتبر برضو ديون، كيف ممكن نتعامل معها وكيف ممكن نساعد نفسنا في التخلص من هذه العادة السيئة اللي هي الديون؟ هنتكلم في الموضوع بصحبة الخبير الاقتصادي أستاذ تاج السير شريف سعيد، هيشرفنا بعد شوية. أهلا ومرحبا بكم. بيت الهنا، اهلا بكم مشاهدينا. ووصل لصالون بيت الهنا استاذ تاج السير شريف سعيد وهو اقتصادي، هنتكلم من ناحيه اقتصاديه على جدوله الديون، فاهلا ومرحبا به وشرفتنا كثير استاذ تاج. مرحبا بك استاذ ايمان، مرحبا بالبرنامج. في الاول لما نتكلم عن انه جدوله الديون، طبعا احنا بنشكي من حكايه انه والله القروش الليله جات والمرتب ما مكفي وراحت وبقينا في ديون وبقينا في حكايه زي دي. اول حاجه الديون دي بتتراكم كيف؟ الديون طبعا بتبدا تراكمها اساسا يعني بالانفاق الغير رشيد. هي طالما في انفاق رشيد، يعني لما اقول رشيد اللي هو انا بقصد به اللي هو الانفاق يعني مقابل الدخل. لازم يكون الانفاق بيساوي الدخل. لو الانفاق يعني اكبر من الدخل معناه في تعسر، في مشكله. اذا الانفاق يعني اقل من الدخل معناه في توفير، معناه الزول ممكن يعني يعمل سيفنج لهنا، ممكن بعد ذاك يعمل بيو ادخار مثلا، ادخار يعني عموما. فاحنا لما نقول انه الديون تراكمت معناها كترت، معناها اقل بقت اكثر من الدخل. فدي هي المشكله الغايمه الان. يمكن الناس يعني بيعانوا من مشكله بتاعت الاقساط، صحيح، والمشكله بتاعت الديون المتكرره، وبتشكل مشكلة أساسية كبيرة جدا جدا في المجتمع عموما. يعني المسألة ما لها علاقة بأنه مرتبي بسيط ولا كده، على قدر ما هو بأنه أنا بصرف المرتب حقي كيف على الأساس ده. خلينا نقول بأنه مسألة ما هو في النهاية إحنا حسح نتكلم في المسألة بتاعت الناس اللي عندهم دخل ثابت أو صحيح. هم رجال أعمال مثلا، الناس اللي عندها دخل ثابت ده هو لازم يكون ضابط يعني دخله بمصروفاته، زي الموظفين مثلا، زي الموظفين مثلا اللي هي اصبحت يعني شريحه كبيره جدا جدا. الشريحه الكبيره من الموظفين دي بعد ذاك انت اقساطك او جدول ديونك بتكون على حسب الدخل بتاعك. الدخل بتاعك ذاته انت يعني لما اقبل قلت رشيده، انت لازم تكون مقسم دخلك. مقسم دخلك لاجزاء، انت ما ممكن حتدفع دخلك كله اقساط بتاعت اشياء. انت ما برضو عندك انفاقات شهريه بتاعت انفاقات تحت الاسره، هو الانفاق بتاعت الاكل والشراب يعني، والمعيشه والايجار والحاجات والكهرباء والمويه وخلافه. دخلك ده يعني اذا كان ضربنا مثلا انه الدخل بتاعك مثلا 2000، لازم تقسمه يعني يا تقسم النص مثلا، يعني 1000 للاقساط او 1000 لجدوله الديون. يعني عموما احنا لما نقول اقساط هي ديون بغض النظر عن هي اقساط لشراحيه او ديون قروش سلفتها عديل. ال 1000 الثانيه لمواجهه مصروفات الاسره الشهريه. تمام، احنا هنفصل وهنقدر نعرف انه كيف عن طريق جدوله معينه نعمل حاجه ممتازه كده علشان تقدر تخلصنا من الديون. والحاجه دي عملها عماد الدين محمد الدرديري في انه كان عنده نوع من الديون اللي هو خلينا نقول كثير، ويمكن ما هنقول فشل لكن هي كانت خطوه للامام في انه يتخلص من الديون ويعمل له شغل ممتاز. تعالوا نسمع قصته مع بعض، تفضل. صراحه الدين، كلام عن الدين بصوره عامه صعب جدا، لانه هو بالنسبه لي يعني في عامل نفسي، في عامل اثر على نفسياتي، اثر على صحتي. بدايه الضربه الكبيره لما بقول انه انا استلمت مبلغ كبير جدا بثقه في الناس فيني، انه يا اخي ادوني المبالغ ده انا ان شاء الله هسترد عليهم، حسب تفكيري او حسب الحاجه اللي انا توقعت انها ممكن تحصل. الاخبار حصلت بانه انا ما تحصلت على اي شيء، لقيت حاجه وراي، لقيت حاجه قدامي. بقت مشكلتي الأساسية إنه أنا كيف أقدر أرجع للناس دي مبالغ. أول حاجة أنا عملتها بعت العربية،
خلاني ابيع العربيه، انه انا مرت علي كميه بتاع ضغوط من الناس، ضغوط غريبه جدا، تلفونات يجونوا في البيت ما دارين القروش. دي اثرت لي برضو، اثرت في شنو؟ انه انا بجد من شده الضغوطات الضغط النفسي حاصل علي بجد بنسى انه فلان داير مني، بجد بنسى انه فلان داير مني. يعني اتفاجئ اقعد 4 5 6 يوم كده يجي يزول لك الباب دق دق دق، يا مات قبل كده انت ما شلت مني، اوه انا نسيت كله كله. ليه؟ لانه انا مسجله ما كاتبه في دفتر، ما كنت مرتب الحاجه دي. طيب عشان اقوم ارتب ديوني وتحت الجدول كتبت فوق اسامي اي فرد عاوز مني قروش، فلان الفلاني عاوز مني مبلغ من المال قدره كده. حتى في في التسطير في الكتابه كتبت وخليت معي سبيس، يعني خليت معي مساحه تحت بحيث ان انا اقوم اكتب اتصل عليه يا اخي انت فلان فلان عاوز مني مبلغ كده. طيب طريقه التسديد حتكون كالاتي. طيب انا حديك اول دفعه من القروش يوم تاريخ كده، بعد تاريخ كده حتسدد لك دفعه ثانيه، قسمتهم على دفعه، مثلا قسم الشخص قسم على 3 دفع، ادي دفعه اولى واغير ادي دفعه ثانيه، مثلا اخليه اخذ فتره عشان اقدر انا اجمع المبلغ واديهم. الحمد لله الناس صبرت علي، ما دام هي حقها رجاله الناس صبرت على الحته دي. رتبتها عملت جدول علقته في الدولاب، بقيت عارف انه الليله فلان فلان مثلا طالب مني مبلغ كده، شيل انه مش هشتغل اجتهد اطلع اصبر بجاي 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 لحد ما واحد توفق يتحصل ادي المبلغ. مبلغ خلاص خير انت هتصبر لي، انا اديتك الليله هتصبر لي ثاني مده شهر عشان اقوم اديك الدفعه الثانيه وهكذا. بنفس الطريقه انا قمت شنو؟ سددت مبالغي كلها او مديوناتي كلها بنفس الطريقه، وانا استفهمت الوضع. حتى المرات كان بيصادف انه يكون في الشهر عندي 3 شخصيات لازم ادفع عليها، بيجد من الصعب انه افرق بين الثلاثه. اتعلمت حاجه، من ديوني دي، بانه لازم اواجه الانسان اللي استدنت منه، اواجهه بانه يا اخي والله يا اخي انا حاسس ما عندي، لكن اصبر عليكم يوم كده ان شاء الله وربنا يوفق بنديك لها ان شاء الله. دي الحاجه اتعلمتها من الديم. اهلا بك دائما زي ما يقولوا عماد الدين، وبتجربتك الجميله اللي احنا بنقولها لكل الاسر اللي بيعانوا من نفس المشكله، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق في حياتك الجديده باذن الله. من الحاجه اللي شفناها افتكر دي حاجه كويسه بانه البني ادم بيبدا يخطط، لكن احنا ما عايزين نبدا تخطيط لجدوله الديون بعد ما الواحد يقع في مشكله، فمن البدايه المساله هي لازم يكون فيها نوع من التخطيط. خلينا نقول انه الديون دي هل فيها انواع؟ ممكن نقول انواع الديون كذا كذا؟ هي انواع الديون اذا تكلمنا من ناحيه الاجتماعيه او كناحيه من الاسريه، الديون نفسها بتختلف على حسب نوع الاسره. في اسر احنا ممكن نسميها اسر يعني 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 انت المفروض توضع يعني اولويات للمصروفات بتاعتك. جميل. واولويات للمشتريات. الان طبعا افصل لنا بالامثله كده عشان تكون واضحه. حجيك في الامثله برضه. تمام. مثلا الاولويات، مثلا على حسب الاولويات مثلا بنحتاج لانه يكون في ثلاجه في البيت. تمام. انا اتزوجت جديد والان يعني ما عندي ثلاجه، فبقوم الان بقت متوفره مساله الثلاجه. اشتريت الثلاجه مثلا القسط بتاعها 300 جنيه في الشهر. وانا دخلي مثلا 2000. يعني بقدر بقوم انا احسبها في راسي انه انا بقدر اوفي الديون بتاعتي شهريا. وفي اسر ثانيه مثلا هي بتمشي يعني ما في هي في النهايه ما عندها يعني ما عايشه بخطه. هي المشكله الاساسيه الخطه، الناس اللي ما عندها خطه دي اللي هي فجاه هو بيكتشف، هي المفروض ما فجاه يكتشف، المفروض هو من بدري يكون مكتشف انه دخله كذا، فبالتالي هو يعني دخله ده بيتحمل اقساط في الشهر بمبلغ كذا. عارف انه هو بيصرف حاجات الاستهلاكيه الشهريه بمبلغ كذا، الاكل والشراب الكهرباء المويه الاجتماعيات برضو احنا عندنا لا يعني مصروفات فعاله يعني مؤثره في 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 الدخل بتاع الفرد. صحيح. فبالتالي هو يعني حتى لو رجعنا ثاني في الكلام قلنا انه هو ما موظف، هو راجل مستثمر مثلا عنده او رجل اعمال، يعني رجل الاعمال ده برضو هو مفروض اساسا بما انه رجل اعمال اكثر واحد يكون مخطط.
فاحنا مفهومنا لرجل الاعمال يفكر انه عكس انه انا الحمد لله عندي قروش كويسه وكده ما هو في النهايه لانه رجل اعمال يفترض انه يكون بخطط اكثر من الموظف. الموظف ما اساسا خطته مبنيه على حاجه محدده كونسترين في اللي هو اول الشهر مهيته. الرجل الاعمال يعني دخله عالي مثلا لكن ما ثابت. يعني ممكن يكون بيدفع اقساط بتاع حاجه معينه مثلا اشترى عربيه. احنا يعني نخلي المثل بتاع رجل الاعمال انه الاقساط بتاع عربيه مثلا قسط العربيه مثلا 3000 في الشهر. نوع العربيه اللي هو بيشتريها مثلا يعني انا اذا موظف ما يعني ما في سبب يخليني انا اشتري عربيه غاليه جدا مثلا ب 400000 500000 فاكيد انا ما موظف. قول انا رجل اعمال بداير اركب شو طبيعه شغلي بتطلب انه انا اكون في يعني مصهر اجتماعي فاكيد بشتري العربيه على حسب دخلي. فمعناها انا مخطط لانه عارف انه العربيه بتحت ايدي اقساطها 3000 شهريا. انا متاكد انا عندي فائض بتاع 3000 شهريا او الشركه بتاعتي او العمل بتاعي ده بيوفر لي ال 3000 دي زائد المصروفات اللي انا بحتاج لها من سفر من اسره من اجتماعيات والتزاماتي نحو نحو المجتمع عموما ونحو بقدر اوفر مرتبات للناس الشغالين لانه هو مرتبط بناس تانيين يعني. صحيح. لو مسكنا اللي هي الفئه اللي ممكن تكون برضه يعني كبيره موجوده بانه ممكن يكون الدخل غير ثابت اللي هي الفئه خلينا نقول الاقل من الوسط اللي ممكن يكون عندهم برضه احتياجات كثيره جدا وعندهم ممكن يكون كمان اطفال ما شاء الله يكونوا كتار اعمارهم مختلفه اذا فيهم جامعات اذا فيهم مدارس. فكيف برضه اذا توفرت عندهم الديون بقت موجوده انهم يجدولوا جدول الديون؟ في حالة زي دي هو لو جدوله طالما الشخص احنا بنتكلم عنه دخله غير دخل ثابت دخل يومي ممكن يكون أيوة. اذا دخل يومي احنا ممكن نسميه دخل ثابت لكن احنا لما نقول دخل ثابت بنعني انه يعني ممكن يكون الليلة فيه ويومين ثلاثة ما فيه صح وبعد بكرة فيه هو يعني على حسب خبرته تكون يعني اي واحد بيمارس اي عمل في الدنيا هو بيكون عنده خبرة فيها احسن من الشخص صح. الاخر ما بمارسه. وفي ناس عندهم برضو شغلهم بيكون مواسم مواسم مثلا هو في النهاية بيبني خطته في انه هو عنده دخل عالي في الموسم الفلان مثلا قولي في الصيف فبالتالي هو خطته في لانه الشتاء ما عنده فيه دخل فلازم يعمل سيفنج يوفر يدخر من الفترة بتاعت الصيف تمام. عشان ينفغها في الفترة بتاعت الشتاء تمام. فبالتالي طالما الشخص اللي احنا بنتكلم عنه دخله غير ثابت فانا شخصيا بنصح انه يزول دخله غير ثابت ما يخش في الاقساط نهائي لانها بتبقى له ديون وصعبه بتبقى له ديون يعني ما الاقساط ثابته انليس يكون عنده اتفاق معين يا اخي انا بدفع لك في حدود دخلي واللي هي نادرا تحصل يعني في الحياه الواقعيه ما اظن موجوده لكن ده الاتجاه السليم علشان الاتجاه السليم يعني. ما يدخل في اي مشكله نعم. الفيزا كارد او اللي هي الاي تي ام بطاقات الاي تي ام اللي بقت كثير يعني موجوده كل زول بيكون عنده هل هو ممكن يكون سبب من اسباب تراكم الديون؟ الاي تي ام حسا دي في اول كريت بتاع الصراف الالي ده في الوقت الحالي ما بيشكل مشكله لانه احنا بنشتغل بالديبت كارد ما كريدت كارد اللي هي بيخصم مباشره من حسابك فطالما هو بيخصم مباشره من حسابك وحسابك ما فيه ما حيصرف لك لكن احنا لو ظهرت الحكايه بتاعت الكريدت كارد اللي هي انا اتسلف وبعد ذاك ادفع انا بفتكر انه يعني حيواجه مشكله اذا كان كلامنا الاول رجعنا له انه الانفاق ما رشيد عايش بدون خطه ما عامل توفيق او توفيق ما بين دخله وما بين الانفاق بتاعه فده السبب حيكون مشكله حيمكن تصل لمشكله كارثيه يعني لانه حيكون بسحب بالكريدت يعني صحيح كذلك البنوك هي نفسها في العالم كلها يعني ما اي واحد بيدوه كريدت كارد يعني ساكت مجرد ما جاء فتحه يعني انت في النهايه عندك كريدت لاين بمبلغ معين على حسب تاريخك البنكي انك عندك حساب بيلاحظوا عنده نسب معينه بتتم صحيح حسابها لك انه يعني دخلك كذا وبيمرك منك كذا وبتنفق كذا هي حاجه كويسه بانها عمليه تثقيفيه مصرفيه كده بالنسبه للعميل يعني فدي مساله افتكر هي برضو وجهت كثير من الناس اتجاهها الصحيح وبدوا يفكروا بانهم يتعاملوا كيف مع الاموال خاصه اذا كانت مدخره في البنك. هتواصل معك استاذ جسير بس نمشي فاصل قصير ونتواصل وخليكم معنا. بيت الهنا
اهلا بكم مره ثانيه. حلقتنا الليله للاسر اللي عندها مشاكل ديون كثيره، او للفرد اذا كان عنده مشكله في الديون وما قادر يحلها، او ممكن بعد ما حلها ثاني يدخل في الديون. فاحنا ان شاء الله عندنا بعض النصائح اللي هنقدمها اليوم هتكون مفيده. نتواصل معك استاذه جسير، اهلا بك مره ثانيه. مرحبا استاذه جسير. هل الختة او الصرفه او الجمعيه زي ما بنقول في السودان لها تاثير في انها ممكن تحد من حكايه الديون؟ والله هي الخطة أو الجمعية ذاتها أنا بفتكرها هي ذات دين، يعني هي ذات دين، هي ذات الحد ذات دين. أيوه. لأنها يعني في نهايتها لازم تدفع اشتراكك يعني الشهري. أيوه. إذا كانت شهرية أو أسبوعية أو خلافه، يعني هي بتحل مشكلة، لأن يعني بتبقى أنت مثلا صرفتها، فبالتالي عندك سيولة بتقدر تشتري الحاجة بدل ما تشتريها بأقساط بسعر أعلى، فبتكون وفرت على روحك مثلا 10-20% على حسب الشركة بتاعت الأقساط اللي طارحة أقساط يعني. تمام. فهي فيها وفر، لكن في النهاية هي دين. في النهاية برضو أرجع لنفس كلامي الأول بتاع إنه هي أنت أساسا ما بتخش في خطة ولا في جمعية لو ما أنت عارف يعني دخلك بيسمح بالمسألة دي. ممكن تكون فيها فايدة إذا مثلا جاتني مناسبة، عندي ولدي داري يتزوج، بنتي داري تتزوج في فترة مثلا اتحددت سريعة، فهي تكون بمثابة إنه أنا أخذ قروش عشان أقدر أعمل أكبر قدر ممكن من التكاليف، اللي طبعا تعرف الزواج السوداني كيف. فممكن دي تكون حاجة كويسة مثلا ما يكون دين، ما نعتبرها دين. هي حاجة كويسة، يعني هي ما بنقدر ما نعتبرها دين، هي في النهاية دين، ما في اثنين ثلاثة. لكن هي بتساعدك ك يعني انت مشترك، وحس عاده العاده السودانيه عندنا مثلا واحد عنده مناسبه ممكن زملائه في الشغل طوالي يقوموا على بعض طوالي يتفقوا كده نعمل للزول ده خطه صحيح يشيله وصرفه لانه عنده عرس بيته. ففعلا هي بتساعده مساعده كبيره جدا جدا، لانه المناسبه محدده خلاص يعني. فبالتالي هي بتحل المشكله يعني. صحيح. بالنسبه لي يعني دور الام اللي هي تعتبر المدير الفعلي للاسره من نواحي ماليه يعني، نعم. هل كيف ممكن هي تقدر تتخلص من الديون؟ الام هي طبعا او ربه المنزل او الزوجه يعني زي ما بنقول، هي اهم زول في المساله دي يعني، بفتكر في اداره الاموال يعني. لانه اساسا انت لو زوجتك يعني ما بتفكر كويس في مسألة الإنفاق بتاعك وهي عارفة دخلك، أنا بفتكر إنه أهم حاجة إنه من الزوج ذاته يكون يعني مخلي زوجته مطلعة على إنه دخله شنو، عشان هي تكون عايشة معه يعني ممكن تكون عايشة معه مشاكله نفسها المالية اللي بيواجهها إذا كان هو رجل أعمال يعني. لو أشركها أنا بفتكر إنه مناسبة جدا جدا، لأنها بتكون واقعية أكثر في أفكاره. لأنه لو الواحد ما أشرك زوجته وهي عارفة إنه زوجها رجل أعمال مثلا، وفي وقت من الأوقات يعني كانت بتشتري حاجات بأسعار غالية جدا جدا وبتاع، فحس الوضع مثلا في الظرف الحالي ده الموسم ده مثلا بتاعه هو يعني ما عنده سيولة أو ما عنده قروش حس عادي متوفرة، لأنه ده ما موسم العمل بتاعه. بتكون واقعية أكتر. فإدارة أموال الأسرة دي هي قائمة عليها، فبتعتمد على نفس الكلام اللي قلناه، إن لازم هي تكون عارفة كويس إنه بالضبط دخلهم كم وممكن يصرفوا كم. تمام. بعد ذاك الدور الاساسي بتاع هي في يعني نوع ربات منازل بيقول لك هي اقتصاديه او مدبره. فانا بفتكر انه المره المدبره دي يعني من الـ يعني النساوين الغيمين جدا جدا يعني. فحاجه غيمه خالص جدا اذا كانت هي انسانه مدبره وقادره تدير المال بصوره فاعله يعني. اتمنى ان شاء الله انه البيوت كلها ما يكون فيها ديون ونتحل ان شاء الله المشاكل بالنصائح اللي انت قدمتها اليوم. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا لك استاذه ايمان وشكرا للبرنامج. شكرا جزيلا. نتواصل معكم مشاهدينا بعد فاصل، خليكم معنا. بيت الهنا. اهلا بكم مره ثانيه. نتواصل معكم مشاهدينا، وفقرتنا الجايه هتتكلم في الاسعافات الاوليه. تعالوا نشوف دكتوره شذى مجهزه لنا شنو. تفضل. أهلا بكم من جديد في فقرة الإسعافات الأولية. هنتكلم الليلة عن الرعاف. ما هو الرعاف؟ الرعاف هو نزيف الأنف. الأنف مليئة بالشعيرات الدموية الدقيقة، وهي قد تنزف لعدة أسباب. طيب متى ممكن تنزف هذه الشعيرات؟ إذا تعرضت لاحتكاك، إذا تغير الجو، إذا كان في حساسيات أو التهاب. مثلا الزكام يسبب التهاب في هذه الشعيرات. عندنا برضو بعض الأدوية بتاعت السيولة زي الأسبرين بتسبب الرعاف من الأنف. كمان في حاجات خلقية اللي هو انحراف الحاجز الأنفي قد يسبب الرعاف، وبرضو أورام داخل بطانة الأنف قد تسبب لنا الرعاف.
كمان الناس اللي عندهم ارتفاع في ضغط الدم ممكن يحصل لهم نزيف من الأنف أو الرعاف. طيب الرعاف ما مختص بعمر محدد، الرعاف يصيب كل الأعمار، لكن بنلقاه بيكثر في الأطفال. إذا كان قدامنا في شخص ينزف من أنفه، نحن نعمل شنو؟ أول حاجة نعملها إنه هنمثل بهذه الدمية. إذا كان الشخص بينزف أقوم أجيب راسه للأمام قليلاً. الاحتقاد الشائع وهو خاطئ إنه بيرجع الراس للخلف، لا أنا ما رجع راسه للخلف، أجيب راسه شوية خليه يدنقر شوية لقدام على أساس إنه النزيف ما يرجع للبلعوم لورا ويقوم يبتلعه. لما أجيبه لقدام النزف بيكون خارجي بيطلع لبرا. أجيب قطعة نظيفة أو شاشة وأضغط بيها من برا على الأنف. كمان استمر في الضغط من 3 إلى 5 دقائق، أكون ضغط على الأنف من برا. ثالثاً أقوم أعمل شنو؟ أجيب قطعة بتاعت ثلج أو ماء بارد أخده هنا في أعلى الأنف. الحاجة دي بتخلي الأوعية الدموية يحصل لها انكماش وبالتالي النزف يقوم يقل. طيب بعد ما أوقف النزف وفي الغالب بيقيف يعني من 3 إلى 5 دقائق، أتجنب إنه أعمل أي حاجة تعيده لي تاني، يعني لمدة 12 ساعة أمتنع عن التمخط أو إدخال الصباع إلى الأنف. طيب لأنه لما أدخل صباعي داخل الأنف بتأذي النسيج المخاطي اللي هو مغطي الأنف من الداخل. ثاني برضو أتجنب أنه يعني أحاول أنظف أنفي، ما هو إذا في نزيف ووقف بحيث أنه في حاجة ما طبيعية، أنا أتجاهل هذا الشعور لـ 12 ساعة عشان ما أرجع أنزف ثاني من جديد. طيب الأنف من جوا أرطبه بقطعة بتاعت فازلين، بقطعة شاش أو قماش أرطبها بالفازلين وأدخلها جوا في فتحة الأنف عشان أرطب التجويب الداخلي للأنف. 200 أنا بستعجل أو 200 بيجب علي إنه أنا أنقل المصاب إلى المستشفى. إذا كان نمرة واحد إنه الزول اللي عنده هذا النزيف من الأنف أصلا معروف إنه عنده ارتفاع في ضغط الدم، دي حاجة بتخليني استعجل. نمرة 2 إذا نزف لأكثر من 15 دقيقة، إذا حصلت حاجة من الاثنين دي وفي الغالب ما بتحصل كثير فالأفضل إنه أسرع للمستشفى. شكرا جزيلا، نرجع تاني للاستوديو. شكرا لك دكتورة شزا، نتمنى لك إن شاء الله التوفيق والسعادة، ونتمنى للمشاهدين إن شاء الله دوام الصحة والعافية، والعافية في الجيب مهمة كمان، لازم نجدول ديوننا كويس، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقتنا اليوم. هنأة الشروق دوت تي في، إيميلنا نتواصل به معاكم، وإن شاء الله بكرة لنا مواعيد جديدة. ودعناكم الله. بيت الهنا.